تقول فعلا فعلا انا مؤمن بكذا وكذا. تقول غدا، اقول لعله هالليله مولانا ينفتح لي، اجي بكره ابدل مولانا. سيدنا بالامس قلت كذا، بلي هذا ما الامس كان، الان اقول كذا وهذا دليلي. وانا ادور مدار ماذا؟ مدار الشواهد والقرائن والادله والى غير ذلك. ودائم ماذا؟ ودائم التفكير، يعني لا يتبادل ذهن احد بانه انا عندما اقول فلنطلب قبل سنه او سنتين او عشره، بعد الان اغلق ملف ذلك البحث. ولهذا تذكرون مرارا في هذه الدروس قلت يوجد عندي ملف مغلق ومختوم او لا يوجد؟ ابدا لا يوجد اي ملف من اثبات وجود الله الى اخر مساله، مو من اثبات صفاته، لا لا، من اثبات وجوده. موجود لو ما موجود، اقول بحسب الادله الموجوده فعلا عندي الله شنو؟ موجود. تقول يعني ممكن يكون يحيطون بيهم الناس مستر يس. مستر يس ايه مستر يس، شي يقول للمسؤول مالته يس كل الصحيح، مثل ياخذ قرار باتجاه اقصى اليمين كل الزين، هذا كله صحيح قمه العقل. ورا يوم نفس القرار يصير في اقصى اليسار، اها هو هذا القرار الصائب الحكيم. اذا تحيط نفسك بمستر يس ما راح يصير عندك تغيير، ما راح تتطور، تحتاج تحيط نفسك بناس تنقد. اكو تجربه امريكيه، سووا مجموعتين قال لهم خلوا لكم في مشروع تريد تنجحون به، اكتبوا لنا في صيغه مشروع تريد تنجحون به. بالمجموعه الاولى خلوا بدون ما يدرون المجموعه، وضعوا في الشخص هو بس ينقد، قالوا له شو يقولوا المقترح لهذا المشروع؟ انت انا معارض على شكو ماكو. طبعا المجموعه الثانيه لا ما بهم هذا المعارض، المجموعه الاولى تدمرت، شو يقولون؟ لا لا لا. منو تتخيلون صار صاحب المشروع الانجح؟ المجموعه الاولى اللي كان بها معارض هم صاروا صاحبين المشروع الانجح. بعد فتره قالوا لهم اطلعوا من كل مجموعه واحد ما تريدوه. هم لحد الان ما يدرون انه هذا هم خالي جاسوس عليهم. المجموعه الاولى اللي نجحت اللي كان بيها هذا المعارض قالوا ايه طلعونا هذا المعارض ما نريد، دمرنا كل شيء، لا لا. مع العلم انه هذا طورنا. احنا دائما داخل نفسنا نحب واحد تزين اعمالنا، نريد واحد يقول لنا ايه مستر ياس اللي يسموه الاجانب. فاول قواعد التغيير لا تخلي مستر ياس دول المتملقين المنافقين، قد يكون داخل اسره، قد يكون مؤسسه او داخل الدوله. قاعده ثانيه التغيير، اذا في تغيير كامل وتام هو تغيير الفكر، اللي هو من اصعب التغييرات، تغيير فكر، تغيير عقيده. اللي انا تقول مو انت قلت هالشكل، قلت بل في ذاك الزمان قلت هالشكل، الان ما اقول هالشكل. وهذا مرارا ذكرت، هذا مو دليل على الضعف بل دليل على القوة والبحث والفكر، وأن الملف مغلق أو غير مغلق. غير مغلق.